يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في مكتب عقار، فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا الأمر ويعطي الباقي لصاحب المكتب، فهل لو أعطاه المؤجر أو المشتري هدية كمئة ريال مثلا هدية لتعبه وعمله لأنه قد حصل له بيتا، فهل هذا رشوة؟ أعد. رجل يعمل في مكتب عقار، فإذا باع بيتا أو أجر شقة فإن له نسبة من هذا المال ويعطي الباقي لصاحب المكتب، فهل لو أعطاه الباقي ويعطي الباقي لصاحب المكتب أو لصاحب العقار، ويعمل عند المكتب، الأجرة لصاحب العقار، الباقي لصاحب العقار ما هو صاحب المكتب. من السعي، السعي إذا شرطوا تقاسمه بينهم، إذا رضي صاحب المكتب يعني أنه يعطي الساعي بعض السعي ففي بس، وأما الأجار فهو يعطى لصاحب العقار، والسعي إذا رضي بتقاسمه لا بس، هذا حق لهم. نعم.